عليكم، معكم وفاء من بيجو تريفاتين. كيف وعدتكم غنبقى ديما ندير لكم جديد على لي زارتيكل ديالنا، وكنتمنى نكون خفيفه على قلوبكم، وديما كندير لكم فيديو على شات ارتيكل باش يبان لكم مزيان. اليوم بغيت نقترح عليكم واحد لاشين بوندونتيف اللي كتجي غزاله وعاطيه العين ديال ديما. غنوريكم لاشين بوندونتيف كيفاش كتبان. بالنسبه انا دابا شخصيا كتعجبني بزاف بزاف بزاف، فيها خميسة ووسط منها واحد نجيمة نازلة، ولاشين ديالها لاشين ديال النيلو، صحيحة صح العمل. دابا غادي نشوفو عن قرب كيفاش كتبان. لاشين بوندونتيف ديالنا اللي اقترحت عليكم اليوم على هذا الشكل، هذا كتبان واضحه مزيان، فيها حجيرات بيان سيغتي كيف كيبانوا لكم هكا واضحه، وفيها واحد النجيمه نازله من البوندونتيف، وكتلعب الوسط كتبقى في العمق كتلعب ديك الخميصه. كنتمنى تكون واضحه بالنسبه لكم. النجيمه كيف قلت لكم كتبقى تلعب في الوسط ملي كنديروا لاشين بوندونتيف في العنق، وفيها دوك الحجيرات بيان سيغتي مدفونين في البوندونتيف. ودابا غادي نشوفوا من اللور كيفاش كيجي. بالنسبه للور هكا كيبان لنا الخدمه ديال الحجر، يعني راه بيان سيغتي مدفونين، وهذيك النجيمه كتبان واضحه. ودابا غادي نشوفوا لاشين كيفاش كتكون. لاشين كيف قلت لكم ديال نيلو رقيقه ولكن صح العمل، وكتعطي واحد لابغيونس خطيره في العنق. كنتمنى الاقتراح اللي اقترحت عليكم اليوم ينال الاعجاب ديالكم، واللي بغى اي حاجه يتواصل معايا في الواتساب ديالي 06 23 62 52 86. هكا كتبان مزيان، وانا بغيت ندير لكم هاد لي فيديو يكونوا خفاف على قلوبكم، وديما تتابعوا معنا الجديد. ومرحبا والف مرحبا بكم. ودابا غادي نشوفوا كيفاش كتجي في العنق ملبوسه. وكيف كتشوفوا معنا السلسله كتجي خطيره في اللبسه ديالها على هذا الشكل هذا. كنتمنى تكون باينه لكم مزيان. وبالنسبه لديك النجيمه كتبقى كتلعب في السلسله هكا على هذا الشكل هذا، كتبقى كتحرك. بالنسبه لاشين هي ديال النيلو كيف قلت لكم، سبق شرحت لكم انها رقيقه ولكن كتعطي واحد لابريونس اللي ما كيعطيهمش الناس الاخرين. كنتمنى تكون باينه لكم لابريونس ديالها مزيان. وكيف سبق وقلت لكم بالنسبه لاشين فيها 39 سنتيمتر، اللي عنقها ضعيف كتجيها مزيانه، واللي عنقها شويه عامر كتجيها مقبوطه. دونك من الاحسن كتاخذ ديال 40 سنتيمتر، وكيكون الفرق غير 50 درهم ديال الزياده. وبالصحة والراحة، وكنتمنى الاقتراح اللي اقترحت عليكم اليوم ينال الاعجاب ديالكم. ومرحبا ومرحبا والف مرحبا بكم.